فاز الفيلم المصري القصير توك توك للمخرج محمد خضر بجائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان بان أفريكان بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في دورته 29. تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش بذكرى وفاة أميرة الغناء العربي أسمهان في 7 من مساء يوم الأربعاء. وضع الممثل العالمي شون بن طاقم تمثيل مسلسله الجديد كازلت في موقف حرج بعدما رفض بدء تصويره مشاهده في المسلسل التلفزيوني إلا بعد الانتهاء من تطعيم كل الأفراد. شارك النجم الأمريكي سيلفستر ستالون صورة تجمعه بالنجم جون سينا من كواليس تصوير فيلم The Suicide Squad، ونشر سيلفستر الصور على حسابه الشخصي بموقع انستغرام. تسببت النجمة العالمية أنجلينا جولي في تلقي قاضي أمراً بالتنحي بعد شكواها من عدم حياده في النظر بقضية تلقيها من النجم براد بيت، وذلك لأن القاضي كان على علاقات سابقة بمحامين يمثلون براد بيت.